بتسأل عن حكم قراءة الفاتحة ووهب ثوابها لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا أرى فيها شيء أو أنه يجوز ذلك، لأنه اللي بيقول لك لا أصله ما ينفعش، طب ما احنا هنقول له برضو الكمالات لا تتناهى، فده أنوار فوق أنوار والمقامات كذلك، فتصل بإذن الله تعالى ولا حرج.